السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبدأ بسلسلة جديدة إن شاء الله، اسمها الهيك. ضمن سلسلة أو مجموعة الهيك، أخذنا مسبقا الهيك راس وشرحناه، لكن إن شاء الله نحتاج نكمله للمستقبل. اليوم عندنا ضمن سلسلة الهيك برنامج جدا مهم يفيد الباحثين، يختص بتشغيل الخزانات الـ Operation of Reservoir، اسمه هيك Reservoir Simulation. هسه نجي نتعلم يعني اول خطوة ضمن البرنامج عندنا، هي انه انا شلون انزل البرنامج واسوي له انستل وداونلود. تمام، اول شيء راح اترك لكم هذا الموقع الرئيسي. هذا البرنامج تابع الى يعني الفيلق الامريكي US Army Group of Engineers للهندسة. راح انزل لكم ان شاء الله هذا اللوكيشن. هذا اللوكيشن مال التنصيب او الموقع الاصلي الخاص بالبرنامج من الشركة الخاصة بي، اترك لكم اياه بصندوق الوصف بعد ما تدخل عليه. اخر احداث حاليا نازل، طبعا دا يسولف لك عن البرنامج الهيك ريزرفوار سيموليشن، طوره من قبل الفيلق الامريكي او الجيش الامريكي الخاص بالهندسة ضمن مجموعة الهندسة. هذا السوفت وير مطور بالهيدرولوجيكال انجينيرنج سنتر، وهو بالاصل اخذ من هذا الحرف، يعني هيك هي اسمها الهيدرولوجيك انجينيرنج سنتر ريزرفوار سيموليشن. ودي هنا ينطيك وصف عام على شنو يشتغل البرنامج. هاي هنا مجرد ما تدخل راح ينطيك وصف عام البرنامج شنو يشتغل، يعني الاوبشنات اللي متوفره بيه. احنا ان شاء الله نحاول هذا الشيء يعني يفصل لك اياه بالكامل، ان انت تقدر تطلع السلوب الخاص بالخزان، الووتر ليفل، الهايدرو باور جنريشن، السيديمنت المتجمعه، كفاءه اللي احنا نسميها المصير، يعني هواي امور بالخاصة بالخزانات ايا كانت الخزانات، هل هي خزانات مرتبطة بالسدود او خزانات قائمة يعني مثل ما نقول اونلي لحالها. فهسه نجي احنا على اول خطوة، تروح على هذا الخيار اللي هو داونلود. اليوم احنا محاضرتنا ضمن الهيك ريزرفوار سيموليشن خاصة بالداونلود اند انستول. عندك اخر فيرجن موجود حاليا هو الهيك ريزرفوار سيموليشن 3.3. اكو قديمات ودا يقول لك هذا حاليا فقط متاح للحاسبه اللي هي من ضمن ال 64 ويندوز 10 64 بت اونلي، هذا المتوفر. طيب اكو قديمات؟ اي نعم، يعني اصدارات يعني قبل هذا الاصدار، تروح على هذا الخيار ارشيف فيرجن، موجود عندك هذه الخيارات. احنا راح نشتغل على هذا الخيار اللي هو 3.1 64 بت على اساس نظام الحاسبه. اذا انت نظام حاسبتك 32 فتروح تنزل 32، واذا 64 تروح تنزل 64. تلقائيا ضغطه واحده هنا الداونلود له كلش سهل. هاي تلاحظ هنا دا يحمل البرنامج. هسه احنا شنو نسوي؟ نروح للبرنامج وين احنا محملينه حتى نشتغل عليه. بروجرام، هذا البرنامج متحمل هنا. بعد ما يتحمل ضغطة واحدة فقط اللي هو 3.164. هاي لاحظ هنا دي يسوي ستريت للبرنامج. خطوات تنصيبه جدا سهلة. هاي بربير تو انستول، نيكست، اي اجري، توافق على الشروط اللي هو وضع لك اياها، تقدر تقراها. نيكست next install. راح تجري عملية التنصيب مجرد ما يكمل هذا يعني الملف التحميلي، يصير التنصيب على قرص السي الخاص بالحاسبة. بعد ما يكمل install انا مجرد راح اسوي توقيف مؤقت. بعد ما يكمل next يطي finish وينتهي التنصيب. راح اوقف الفيديو بشكل مؤقت حتى ما يكون طويل جدا، لان هذا الفيديو فقط يخص حالتين اللي هي هاو تو داونلود. هاي لاحظ تقريبا هو هسه راح يكمل. هاي كوبي فايل، جدا سهل، لا يحتاج لايسنس ولا هاي الامور مثل تنصيب الهيك راس. هي مجموعة الهيك كلها بصورة عامة برمجيات سهلة بالداونلود والانستول على الكمبيوتر، ما بيها تعقيدات بالتنصيب. يكمل تقول له فينش، بعد ما يخلص بتقول له فينش.
نمسح القديم نصبته اني عفوا مثلا تاسفه. هسه نجي هنا نكتب هيك راح يظهر لك المجموعه البرنامج اللي انت نصبته. هيك ريزرفوار سيموليشن راح يظهر لك البرنامج اللي انت نصبته تلقائيا موجود. هاي البرنامج HPC هذا البرنامج تنصب. مجرد شنو اخذ راح انا اسوي له نسخة على التاسك بار بالاسفل اسفل يعني الشريط. اذا اشوف كلمة بشريط المهام الشكل يكون بالاسفل بغرض من عنده حتى بسهولة انه احتاجه افتحه لان شغلي يكون عليه. هسه مجرد اول خطوة لفتح البرنامج يفتح لك اياها بهذه الصيغة هيك ريزرفوار سيموليشن تمام. اكو بعض الاحيان ما يفتح مباشرة يطلع لك شاشة قبل الفتح يطلب من عندك انه انت توافق تقول له اي اجري تنزل بالشروط الى الاسفل. اكو اسفل هذا انه مجرد ما يعني تنزل سكرول بالماوس راح تتفعل تضغط عليها اي اجري بعد ذلك تنفتح لك شاشة البرنامج بهذه السهولة. هذا هو هيك ريزرفوار سيموليشن. هسه ان شاء الله بالمناسبة نظرة عامة عن البرنامج. البرنامج بيتت اوبشنات لازم احنا نشتغلهم على اوبشن اوبشن يلا نقدر نحقق ونوصل للاهداف اللي احنا نريدها. اول شيء بالووتر شيد سيت اب راح نشتغل، بعدين نشتغل على الريزرفوار نتورك، بعدين نسوي لهم سيموليشن. هذا البولت الخاص بالبرنامج. ان شاء الله هذا الشيء راح نتناوله على المحاضرات القادمه ان شاء الله اللي هي ضمن البلاي ليست الخاص بهذا البرنامج. اذا عندكم لحد الان على هذه المحاضره سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه او تتركون تعليق وان شاء الله نجاوبكم. الى ذلك الحين نلتقيكم ان شاء الله. دمتم بامان الله وحفظه.